السلام عليكم، عاملين ايه؟ ازيكم؟ النهارده جايبه فستان حلو قوي، موديله حلو جدا وجديد، واسع زي ما انتم شايفين وشكله شياكه، وتعملوه بابسط ما تكون. اللي مشتركش في قناتي يشترك، واللي ما عملش كومنت تعملوا كومنت واشتراك وشير للفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو نشوف الفستان هنعمله ازاي. دلوقتي بقى هنبدأ الفيديو. دي قماشة هنقيس كده العرض بتاعها 80 سنتي بالظبط، والطول كده 80، يعني 84 كده، كده 80 سنتي. ركزوا بقى انا هطبقها ازاي. القماشة دي كده اهو، هطبقها كده، هتبقى 40، هي طبقتين، وهطبقها هنا كده لأربع طبقات بالشكل ده. طبقة 2 3 هنقيس كده، هنقيس بالشكل ده قدام، ده الأمامي. احنا هنعرف ده هنعمله ازاي. طيب هبتدي اقيس، هقيس كده هندور كده بس ده بالشكل كده. معلم بس عشان ابين اهو، نقص سنتي على ما هي، هنزل 5 هنا وأعمل مربع أهو، بعدين أعمل دور هو الرقبة، أخش هنا 5 تاني وأعمل نقطة بس، وهنزل من هنا لهنا 6.5 سنتي، 6.5، أخش لجوه 2 سنتي كده أو 3 سنتي، أي هي نقطة، ومن هنا نفس الطريقة 3، واخدها يعني النص هنا اعملها دوران كده، نقص اول حاجة، نقص دوران الرقبة اهو، ورمي بتاعت البورة بتاعها لانها هيبقى كده بالشكل ده. هنفتح بقى الجنبين دول. هنقيس بقى مش طوله 8 سنتي، معلم علامة، طبعا هنوصله مع بعضه، نطبق طبقة كده، 1 2 3 4 طبقات، ونقصقصه ونوصله مع بعض زي ما انتم مش. كل نجمة هنقصهم في بعض كده 4 حتت،
كشكش ومراكب والباقي بقى اي شيء بالقضاء. قط هنعمل بقى للرقبة كورنيش برضو 4 8 ونص سنتي. عملنا كورنيش ابيض، خدنا لافيتو وعملنا غلط اسود برضو، فانا اللي هحط الاسود لان الحروف دي سودة، واللي عايز يغير لونه يغير، واللي عايز يغير موديل اللون غير ده ويرتب لونين بس. هو الفستان لازم يكون اتنين، ممكن يبقى سادة ونحط الكورنيش يا حاجة منقطة يا حاجة مشجرة من نفس الدرجة اللي فيها اللون، يعني ممكن احمر سادة وحط كورنيش فيه كحلي، يعني يليق مثلا كورنيش ارضية لون وفي لون كحلي يمشي مع الاحمر عادي، يعني يبقى ترتيب ايه في الالوان دي، حاجة هتبقى دي اذواق وحسب الشكل اللي انتوا حابينه. يلا نبدأ بقى الفيديو ازاي نقفل الفستان ده. هنقفل الكورنيش من الجنب. الكورنيش ده كده 11 او 12 سنتي، ده حسب الطول اللي انا عايزاه برضو. طيب احنا هنقفله وهنعمل ناحية اوفر هنسيبها، وبعدين نكشكش الناحية التانية اللي هتركب في الفستان، تمام. وفي كورنيش تاني للرقبة اهي، مفهوش ده وصلة، فيه وصلة برضو، لا مفهوش ده كده اهو، هنعمله اوفر ونكشكشه وبعدين ايه نركبه على الرقبة. كمل بعدين ايه. ده كورنيش الصدر من هنا 8 سنتي. الحتة دي بقى اللي هنجيبها من الاول، الرقبة كده بالكتف قللناها، خليناها حوالي 3 ودورناها بدوران بسيط كده، يعني ده بقى دوران بسيط ان تبقى ايه قد الكتف، ما تبقاش اكتر منها عشان ما نبقاش عاملين خانقة مش هنعرف نظبط تحت البوق بس. بعدين عملنا اوفر، الاوفر اهو على الحرف. بعدين هنكشكش الكورنيش بتاع الامامي للصدر ده. طريقة تركيب البيه على الامامي، الامامي لكورنيش، الظهر لا، راكب بس للظهر بيه او الظهر، انا كابله البرازيل بيه زي ده بس بدون الكورنيش. ودي طريقة البيه ماشي، يعني حتى لو مش هتعمل الموديل ده يبقى ده تركيب البيه اهو، يعني عرضه كده حوالي 4 سنتي، نقدر نعمله في البيت ونقدر نشتري جاهز.
بركب برضو ايه بيعالية، بركبه من جوه على برضو نفس الرقبة بالظبط. نبدأ من هنا. جينا خلاص للجنيب هنقفلها جنب اهو، نقفلهم مع بعض وهنقفل الناحية التانية. بعد ما نقفل الجنيب هنعمل اوفر، لازم الاوفر ده يتعمل اول باول زي ما بنعمل بالظبط. بعد كده نركب كورنيش الديل، ماشي، اقفل دول ورا. كده هنركب الكورنيش، هنركب الكورنيش في الديل، ونجيب نسيب حوالي سنت ونص كده على الخط الجنب، ونبتدي من بعده. الكشكشة خفيفة يعني مش كتير، ان هو هيبقى واسع جدا، وهو موديله كده عشان معمول مزام كلوش، يعني مقتنع الفستان ده من الكلوش، يعني هو وسعه مش بإيد الإنسان ضيقه أو وسعه. لما ناخد مثلا مقاس كان 80 85 ونطبقه اربع طبقات يدينا مثلا خلاص. اكمله وارجع لكم. كده ركبنا الكورنيش كله، جينا هي الخريطه بتاعت الجنب، رجعنا لها مره ثانيه هوريكم، بس نقفله زي الخريطه اهي. هنا زياده هنقفل الجنب تاني كده بتاع الكورنيش كده، ونرجع بقى نركبه، يعني نكمل الجزء ده بس. بعد كده نعمله اوفر، يعني الاوفر لازم ضروري ان احنا نعمل في الحاجات دي. ده كده بقى شكله النهائي زي ما انتم شايفين، بالوسع ده كله. وطبعا يا رب يكون عجبكم، وما تنسوش باللايك والاشتراك، ولو عجبكم اكتبولي، واللي عمله يقولولي كده، ويا رب يكون بسيط وتقدروا تعملوه. بس هو بسيط قوي قوي، يعني مش صعب قوي وسهل جدا، ما خدش برده ده تلت ساعه معايا. ان شاء الله اقابلكم في فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.